مرحبا بكم في بيكام نيوز، آخر أخبار الرياضة، برنامج الجولة الافتتاحية من البطولة المحترفة الأولى. تعيينات الحكام، توقيت المباريات والنقل التلفزي، فيراج الترجي مفتوح أمام النادي الصفاقسي. اليوم تم الكشف على القميص الرسمي اللي بيشارك به المنتخب التونسي في المونديال. أكثر تفاصيل في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة بلايك وابوني وتفعيل جرس التنبيهات، وتابعوا صفحة بيكام سبور على الفيسبوك انستغرام تيك توك وتويتر. تعيينات الجولة الأولى، الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية الأولى. غدوة مع 3 متاع العشية، اتحاد بن قردان يستقبل أولمبيك سيدي بوزيد، الحكم وليد أجريدي، الأولمبي الباجي الاتحاد المنستيري بن إسحاق يحكم المباراة، الرجيش مستقبل سليمان تحكيم نضال الطيف، النادي الإفريقي معفى في الجولة هذه. المجموعة الأولى نهار السبت الماضي 3 كلاسيكو البطولة، الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الصفاقسي في ملعب حمادي العقربي برادس، تحكيم الصادق السلمي. النجم الساحلي اتحاد تطاوين، المقابلة يزفرها الحكم حسام بولعراس، الملعب التونسي أمل حمام سوسة، تحكيم لأشرف الحركاتي. بالنسبة للنادي البنزرتي معفى في الجولة الافتتاحية. النقل التلفزي، قناة الكأس القطرية أعلنت أنها باش تنقل حصريا مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي في الجولة الأولى، ومباراة الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي في الجولة الثانية. 17500 متفرج لجماهير الترجي في مباراة نهار السبت ضد النادي الصفاقسي، ورسميا السلطات الأمنية وافقت على فتح الفيراج، فيراج الترجي. اليوم تم الكشف رسميا على القميص الأول والثاني والثالث اللي باش يشارك به المنتخب التونسي في المونديال، القميص الأول باللون الأبيض، القميص الثاني باللون الأحمر، والقميص الثالث يمتزج باللون الأخضر الذهبي للترويج لأحد أهم منتجات تونس وهو زيت الزيتون. درع جيش حنبعل القميص باش يتم طرحه في الأيامات القادمة، والثمن متاعه باش يكون في حدود 100 دينار. أكثر تفاصيل وأكثر أخبار تلقاها في قناتكم دائما بيكام سبور، ما تنساوش دعم القناة، وشكرا لكم على حسن المتابعة.